مبروك لحضرتك كل جمهور نادي الاهلي في كل مكان، وبطوله هي اولى البطولات وان شاء الله تبقى واحده من بطولات كتير جدا. مكملين لقاءاتنا ومكملين تغطيتنا، ومعانا واحد بقى من نجوم الفريق وكابتن الفريق والمتوج النهارده باول بطوله سوبر مصر الكره الطايره، كابتن عبد الله عبد السلام. الف مبروك، وقبل ما اقول لك الف مبروك على البطوله الف مبروك على الاداء، ابهرتونا بصراحه. ربنا يخليك، الله يبارك فيك، ويعني الحمد لله رب العالمين. تعبنا كتير بس يعني الحمد لله، يعني عندنا احسن من كده كمان واكتر من كده الحمد لله. يعني مباراه قدرنا نطلع بيها على بر الامان، يعني كسبانين الزمالك 4 مرات، دي اهم مره الخمسه تطلع تتوج ببطوله السوبر، كانت مهمه بالنسبه لنا الحمد لله رب العالمين. بدايه الشوط الاولاني كان في تنشنه شويه، مستعجلين على المكسب، الحمد لله رب العالمين تداركنا الموقف، عدينا الشوط الاولاني الحمد لله بالسلاسه الحمد لله رب العالمين في اواخره، دخلنا الشوط الثاني بارتاحيه، ضغطنا كويس الحمد لله بمهاره الارسال والبلوك، والحمد لله رب العالمين نهينا المباراه الحمد لله. في مشهدين او لقطتين كده ساعه التتويج ما اقدرش ما اقفش عندهم، اول مشهد هو اتصال كابتن محمود الخطيب وحرص انه يبارك لكم وانت تحديدا كابتن الفريق، والمشهد الثاني هو انك اصريت ان اول اثنين لعيبه يشيلوا الكاس هم احمد عزب وكمان عصران، ودي اول بطوله ليهم فاصريت ان هم اللي يحملوا الكاس. طبعا انا اول حاجه بشكر كابتن محمود الخطيب، طبعا اتصل بينا على طول بعد المباراه بارك لنا، بقول له الف مبروك، ببارك لمعالي الوزير على حضوره النهارده، ببارك للكابتن خالد العوضي اللي شرفنا النهارده، بقول لهم مليون مبروك ان شاء الله رب العالمين، اللي جاي احسن ان شاء الله رب العالمين، عندنا بطوله عربيه مهمه ان شاء الله، ربنا يكرم باللي جاي ان شاء الله، جهاز فني محترم ولاعيبه على قد المسؤوليه. تاني حاجه طبعا بالنسبه لعزب وبالنسبه لعصران، طبعا اول مره يعني يكونوا مشرفينها في النادي الاهلي، او عصران تاني سنه وعزب اول سنه، بالنسبه لهم طبعا يعني ممثلين بطوله، جايين الحمد لله فرقه كبيره زي فرقتنا الحمد لله رب العالمين، فطبعا انا كنت سايبها لهم مفاجاه ما كنتش قايل لهم الحمد لله رب العالمين، اول ربنا يتوجنا بالكاس عند لهم، حتى هم زي ما انت شفت كانوا حاله ذهول، ببارك لهم طبعا، بقول لهم ان شاء الله رب العالمين تبقى فاتحه خير عليكم ان شاء الله رب العالمين، وشكم ان شاء الله وش ادم السعد علينا، ربنا يكرم ان شاء الله رب العالمين، تتكرر تاني بطوله عربيه وبطوله افريقيه ودوري كاس باذن الله. طبعا انت كابتن النادي الاهلي وابن النادي الاهلي، فعارف ان جمهور النادي الاهلي ما بيشعرش من البطولات، بطوله عربيه احنا ابطالها قبل كده 8 مرات، بطوله عربيه وجمهور النادي الاهلي مستنيها، تقول لهم ايه؟ طبعا بقول لهم اول حاجه وحشتونا، وحشتونا انا جامد جدا طبعا، بقالي كتير ما شفتكوش في مدرجات، ان شاء الله رب العالمين مستنيينكم في بطوله عربيه، تعذرونا ان شاء الله رب العالمين نقدر نفرحكم زي ما عودناكم ان شاء الله رب العالمين، يعني ده نقول اول اعتذار لينا على الموسم اللي فات في اخفاق الدوري والكاس، ان شاء الله تبقى بدايه لتحديد يعني تحسين المسار ان شاء الله رب العالمين، ربنا يكرم ان شاء الله نقدر نحافظ على البطوله العربيه، نرجع تاني للدوري، نرجع للكاس بافريقيا ان شاء الله، ونرجع ان شاء الله نفرحكم دايما كالعاده باذن الله. كابتن عبد الله ودايما موافقين باذن الله. شكرا ليك، شكرا. كابتن هيثم، ده اللقاء مع كابتن عبد الله عبد السلام كابتن فريق النادي الاهلي، يا رب دايما النادي الاهلي في بطولات وانتصارات، ويبقى دايما النادي الاهلي في المقدمه. كمل كابتن هيثم، اتفضل.